إليك كابتن طارق للتعقيب، ولكن نذهب إلى أليو سيسيح مدرب منتخب السنغال الذي خسر البطولة كلاعب في 2002 وكمدرب في 2019، ولكن اتسمت له البطولة في هذه النسخة. نستمع لأليو سيسيح مع عمرو فهمي. بعد خسارة كأس أمم أفريقيا في عام 2002 وخسارة كأس أمم أفريقيا كمدرب ضد الجزائر، ها قد جاءت الفرصة للفوز بهذا اللقب وأنت الناخب الوطني منتخب السنغال. سعيد جدا بهذا اللقب، هذا إن دل على شيء يدل على أن الاستمرارية والثبات في العمل يكون مثمرا. لقد وصلنا إلى مبتغانا، نحن فخورون جدا بما حققناه لأننا فزنا ضد منتخب فاز في السابق بسبعة ألقاب على الصعيد القاري والمنتخب المصري، وهذا يجعلني أشكر كل اللاعبين. أحاسيس جياشة ومختلفة، أردنا أن نفوز بهذا اللقب منذ 60 سنة، وهذه النجمة الأولى. هذه الليلة هي ليلة الاحتفال، ولكن في شهر مارس ننتظركم مباراة أخرى ضد مباراة البراج للذهاب إلى كأس العالم. المنتخب المصري يستحق كل الشكر ولم يصل إلى هذا المستوى بالصدفة، ولكنهم تألقوا في العطاء أيضا. المباراة لعبت على تفاصيل صغيرة، منتخب السنغال توج باللقب، ولكن أنا أعرف أن مباريات الفاصلة لكأس العالم فيها جولة ذهاب وإياب. سوف نفرح الليلة وسوف نركز على مباراة الذهاب إلى كأس العالم فيما يلي.